السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنشوف هذا الباور سبلاي مشغل، هذا الخرج، هذا الحمل، هاي الحرارة، حرارة الترانزستور 25. راح نصبر عليه شوي لنشوف قديش ترتفع حرارته. طبعا إذا حابب تصنع جهازك بإيدك بإمكانك تدخل دورة المبادئ، دورة الكترونيات عامي، دورة أسس ومبادئ الإلكترونيات، وفي عنا دورة تصميم الأجهزة الإلكترونية. يعني أي دائرة إلكترونية بتحب تصنعها بإيدك بإمكانك تشتغلها. هاي هي الحرارة لحد الآن 30، لازم يعني لحد 40 درجة الطبيعية، لحد 40 درجة. هذا الخرج لحد الآن هيك، هاي الدائرة يعني بناءها مبدئي، لسه بدها بعض التعديلات، مثلا الصندوق الخارجي والمنظر، لكن من الداخل جاهزة، ناقصة بس الترتيب فقط لا غير. بإمكاننا ناخذ الجهد اللي بدنا إياه، نحن الجهد اللي بدنا إياه بإمكاننا ناخذه. أي جهد من 1 فولت ل 30 40 50 60 70، أي جهد بإمكاننا ناخذه من هاي الدائرة. لحد الآن درجة الحرارة 32 33 صارت، يعني حرارة طبيعية. وهلق على الحمل، هذا حمل، حمل طبيعي طبعا، ما انه الحمل الثقيل، لكن هذا البور بشد التيار 25 أمبير. بإمكاننا نشتغل عليه 25 أمبير كحد أقصى. بإمكاننا أنه نزود التيار فيه. من فهمنا لتصميم هاي الدائرة بإمكاننا نزود التيار من 25 ل50 ل75 ل100 أمبير ل10 أمبير حسب الحاجة اللي نحنا محتاجين هاي الدائرة. أنا راح أترك الرابط الاشتراك في الدورات في أسفل الفيديو بالوصف، بالوصف موجود. إذا حابب تشترك بالدورات بإمكانك تضغط على الرابط، مجموعة واتساب بتواصل معي.